النهارده ان شاء الله هنتكلم على نوع جديد من انواع الموتورز اللي هو الستيبر موتورز. طيب من الاسم كده ستيبر موتورز هو بيمشي على هيئه ستيبس، يبقى الميزه الرئيسيه في او المين كاركترستيك بتاعه الستيبر موتورز ان هي بتمشي على هيئه ستيبس او على هيئه خطوات، فهي تعتبر احد انواع البراشلس لان مفيش براشز على الروتور بتاعها، سينكرونس ماشينز او السينكرونس موتور، بس الحركه بتاعتها او الروتيشن بتاعتها او لما بتيجي تعمل لفه للروتور كامله ما بتبقاش بتلف سموثلي زيها زي المواتير الاندكشن او السينكرونس العاديه، لا بتلف على هيئه خطوات او على هيئه ستيبس بيزد على ال انهي كويل من الستيتور اللي انا عامل له انرجيزيشن او اللي انا مشغله او مديله الكرنت اللي ماشي جواه، وبالتالي الروتور بيبدا يتحرك معايا عشان يالاين نفسه مع الماجنتيك فيلد بتاع الستيتور فيز اللي انا موصل لها التيار بتاعها. فبالتالي هي تعتبر احد الاوبن لوب موتورز ان باخد بيها ممكن اعرف او بغير البوزيشن بتاعي على هيئه خطوات محدده انا عارفها بشكل اوبن لوب من غير ما اكون محتاج فيدباك بشكل عام، طول ما الموتور ماشي بخطوات ثابته انا عارفها وعارف قيمتها وعارف عدد البالسز اللي انا بديها للموتور بتاعي عشان يبدا يتحرك زي ما تشوف ايه بعد كده لما نيجي نتكلم على السيلف اوبريشن. ده كده شكل عام او يعني اكزامبل للكونستراكشن بتاع الستيبر موتور، فهو زي اي موتور في الدنيا بيتكون من ستيتور وروتور. دوت شكل يمكن لاحد الانواع اللي هو بيسمى الهايبريد ستيبر موتور، هنشوف برضو انواعهم بالتفصيل بس كمجرد شكل او فكره عامه، وبيتكون من جزئين الستيتر والروتور. الروتور بتاعه اللي هو الجزء دوت ده هنا طبعا ده يعتبر فيه تو روتورز او تو ستاكس وفيهم بيرمننت ماجنتس، وعندنا الستيتور اللي هو اللي بره دوت وفي الملفات بتاعت الستيتور اللي بتعمل الماجنتيك فيلد اللي بيحاول هو ده اللي بيولد التورك اللي بيحرك بقى الروتور عشان يالاين نفسه مع الماجنتيك فيلد اللي جاي من الستيتور. وطبعا ده الشافت اللي بيكون واصل بقى ايه باللود والبيرنج بتاعته اللي شايله الشافت او الجسم بتاع الروتور بتاعنا. طيب قلنا بيشتغل ازاي؟ بكل بساطه هو زي ما قلنا بيتكون زي ما شفنا كده من شويه، بيتكون من ستيتور بيتكون من روتور. الستيتور بيكون فيه الاكسايتيشن وايندنج بتاعته والروتور بتاعه عاده بيكون فيه سيليانسي بحيث ان هو لما يتولد ماجنتيك فيلد من الستيتور الروتور بيحاول دايما يالاين مع الماجنتيك فيلد اللي جاي من الستيتور عشان يمينيمايز الريلاكتنس. فهي نفس فكره شويه او مقاربه شويه للفكره بتاعت السيلينت بول ماشينز او السينكروس ريلاكتنس ماشينز، بس بيبقى الاوبريشن بتاعته هنا ان السبلاي بتاع الستيتور ما بيكونش زي مثلا 3 فيس سبلاي ثابت على طول، فانا عندي سينوسويدال ويف فورم داخله عليه كونتينيوسلي فانا عندي روتيتنج فيلد على طول، ولكن بيكون السبلاي اللي داخل الستيتور كويلز عباره عن بالسات. يبقى انت بتشغل فيز نمره A وبعدين تفصلها وبعدين تشغل نمره B وبعدين تفصلها، فبتبقى على هيئه بالسز، وبالتالي الروتور بيتحرك هو كمان على هيئه ستيبس مقابله للبالسز اللي انت بتحطها. بيكون في العادي سرعه الدوران بتعتمد على الفريكونسي بتاع الباتس اللي انت بتحطها للستيتور كويل ديت، فكل ما الباتس تزيد او بمعدل اسرع او الفريكونسي بتاعها يبقى اسرع، بالتالي بيحصل ان الموتور بيلف ستيبس اكتر وبالتالي بقى اسرع في الدوران بتاعه. كل ما النمبر اوف بالسز بير سكند او في السايكل بتاعك بيقل، معنى كده ان انت الموتور بيلف ستيبس بمعدل اقل وبالتالي بيكون ابطا في الحركه وهكذا. يبقى ده كده الفكره العامه بتاعه الموتور بتاع الستيبر موتور. وزي ما قلنا هو الفكره بتاعته ان هو بيمشي او الميزه الرئيسيه بتاعته ان هو بيمشي على هيئه خطوات، وكل خطوه ليها زاويه معينه انا عارفها من الاول بيزد على الديزاين بتاع الموتور بتاعي والدرايفنج سيركت اللي انا شغال او الدرايفنج سيركت ابروتش اللي انا شغال بيها، وبالتالي انا عارف انا اتحركت بالظبط البوزيشن عامل قد ايه. طيب كفكره عامه قصه او يعني ايه الماجنتيك فيلد او ليه بيعمل الاينمنت، فانا فرضا هيبقى عندي حاجه بالمنظر دوت. طبعا ده شكل جينيريك او شكل عام، يعني ان انا عندي لو فرضا ده الجسم بتاع الستيتور بتاعي وادي الكويلز بتاعت الستيتور ملفوفه، فانا عن طريق السويتشنج بتاع الكويل
بتاع الستيتور دوت، زي ما قلنا هنا انا مش بوصله بالسبلاي وبسيبه شغال على طول، لا انا ببقى او بيبقى عندي السبلاي اللي هو مثلا الدي سي سبلاي زي اللي موجود عندي هنا، وانا بوصل وبفصل بوصل وبفصل الستيتور كويل، فبناء عليه بيبقى عندي الماجنتيك فيلد على هيئه بلسات، يشتغل شويه ويفصل، يشتغل شويه ويفصل، وعندي المقدره او عندي الحريه ان انا اغير السويتشنج، يعني بدل هنا في الشكل اللي قدامنا او في الانيميشن اللي قدامنا دي، هنا اهوت انا بغير البولاريتي بتاعت الكويل، مره بديها بوزيتيف مره بديها نيجاتيف، فبالتالي برضو البولاريتي بتاعت الماجنتس ديت بتتغير نورث ساوث بالسايك، او بعد شويه بتبقى ساوث نورث وهكذا، فاقدر اغير الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد، وبالتالي اقدر اغير الدايركشن بتاع الروتيشن بتاع الموتور بتاعي. فدي برضو دي الفكره بتاعت ازاي تغير الروتيشن تخليه يلف يمين او شمال، عن طريق ان انت بتغير الدايركشن بتاع الكرنت جوه الكويل، وبالتالي الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد، هتقدر تغير اتجاه الدوران بتاع الموتور. يبقى ده كده الفكره بتاعت وجود ماجنتيك فيلد بس متقطع على هيئه بالسز بيزد على الانرجيزيشن بتاعت الكويل اللي انا بحطه على الاستيتور بالمنظر ده. طيب زي ما قلنا ان هو بيتكون من جزئين رئيسيين الاستيتور والروتور، فادي الجسم بتاع الاستيتور قدامنا اهو، وهنا دوت تعتبر ديسكريت بولز، يعني انا عندي البولز بتاعت او الاستيتور ما هوش سيمتريكال او ما هوش سلندريكال، لا في عندي ديسكريت بولز موجوده مكونه من الكويلز، الجزء ده كده ده يمثل الكويلز بتاعت الاستيتور، يعني ده كده ملف هنا ملفوف حوالين البول دوت، وقصاده الناحيه الثانيه ملف واخد الجزء دوت، هنا عندي نفس الكلام التو بولز اللي هم واخدين رقم 1 دوت، عندي نفس الكلام في ملفات ملفوفه هنا، بس اتجاه التيار مع اتجاه اللف بتاع الكويل في المنظر دوت، هنا مديني ان الفلكس خارج او الفلكس في الاستيتور خارج من تحت لفوق، يعني ده النورث ودوت يعتبر الساوث بتاعه، ده كده بالنسبه للاستيتور. وبالنسبه للروتور فانا عندي فاريبل ريلاكتنس، او عندي الروتور بتاعي سيليانت بول عباره عن تو بولز اهم نورث وساوث، فطبيعي طالما الروتور لو فرضنا ان الروتور بتاعنا حر الحركه ويقدر يتحرك، فانت لما يكون عندك فلكس ماشي في الاتجاه ده يبقى طبيعي ان الروتور بتاعك هيتحرك او هيالاين نفسه بحيث ان هو يبقى البول النورث ده يبقى قصاده ساوث، والنورث هنا قصاد الساوث، وبالتالي يبقى انت عملت الاينمنت للماجنتيك فيلد جوه الروتور مع الماجنتيك فيلد اللي جاي مع الاستيتور، يبقى ده كده الشكل العام. طب السؤال بقى الروتور دوت هيتحرك عامل ازاي؟ هل هيفضل بالمنظر ده كده على طول؟ ولا لما انا هعمل سويتشنج ما بين واحد واثنين هيبدا الماجنتيك فيلد بدل ما كان موجود هنا، لا هيبقى هنا النورث وهنا الساوث، فده يبدا يتحرك معاه وهكذا، طبعا ده اللي بيحصل. بس هل هو حركه ثابته ما بتتغيرش مفيش اي تغير فيها؟ لا، في طريقتين او في نوعين من السويتشنج او البلسز اللي بنعملها للستيتور وايندنج زي ما هنشوفهم كمان شويه. طيب فدي كده طريقه او اللي احنا بنسميها الفول ستيب اوبريشن، او اللي بيطلق عليها برضو ال 90 ديجري اوبريشن، طبعا هي مش شرط تكون 90 ديجري بس بنسميها الفول ستيب. فول ستيب ليه؟ دي بتحصل لما انا بكون بعمل سويتشنج لفيز باي فيز او 1 باي 1، بمعنى هنا لو نبص في الانيميشن اللي قدامنا اللي بيحصل ان انا بانرجايز الكوين رقم 2 وبعد كده رقم 1 بعدين رقم 2 بعدين رقم 1، فانا بغير، يبقى انا عندي زي ما كانت السلايد اللي قبل اللي فاتت كان عندي الكويلز انا بعمل اون اوف للكويل اللي موجود عندي، فانا مره بمشي كارنت في الكويل وبعد كده بوقف بعد كده بمشي بعد كده بوقف، وبرده كان عندي حريه الحق او حريه الاختيار ان انا اوصل للكويل من بوزيتيف نيجاتيف او نيجاتيف بوزيتيف، فبالتالي برده بغير اتجاه الماجنتيك فيلد، فنفس الكلام بيحصل هنا، لو مثلا هنثبت على الفيز رقم 1 هنا ساوث واللي تحت نورث، بعد شويه بقى فيها زيرو، بعدين بقى هنا نورث وتحت ساوث، بعد شويه بقى فيها زيرو، بعدين ساوث، بعد كده نورث وهكذا، فاذا كل فيز بتشتغل مره زيرو ما فيهاش حاجه ما فيش كارنت ماشي فيها، بعدين كارنت في دايركشن معين فيعمل نورث وساوث دايركشن للماجنتيك فيلد، بعدين زيرو، بعدين ساوث نورث معكوسه، بعدين زيرو وهكذا. الطريقه ديت وان انا بقلب ما بين واحد واثنين، لو نلاحظ هنا في الشكل عمر ما الفيز رقم 1 ورقم 2 اشتغلوا مع بعض، دايما 1 لوحدها دايما 2 لوحدها، فبالطريقه دي هنلاحظ ان احنا الروتور بتاعنا بيتحرك بخطوات، الخطوه الواحده بتبقى كام؟ هكذا هنا عامل كده، بعدين بقى فيرتيكال، بعدين هوريزونتال، بعدين فيرتيكال وهكذا، فدايما الخطوه الواحده بتاعته 90 درجه، فدي كده يبقى هو كده عشان يعمل سايكل، لو فضل ده النورث ادي خطوه ادي الثانيه ادي الثالثه
ادي الرابعه. يبقى كده الروتور بتاعنا عمل 4 ستيبس في اللفه الواحده في الريفوليوشن، والخطوه الواحده بتاعتنا بتساوي 90 درجه. فده كده بنسميه الفول ستيب اوبريشن، فول ستيب لان كل فيز بتشتغل لوحدها. بس نظرا للارنجمنت بتاعت الستيبر موتور اللي قدامنا دوت، اللي هو وده ابسط حاجه، اللي هو يكون عندي 4 بولز في او 2 فيزز في الستيتور مع 2 بولز في الروتور، فبيطلع لنا ان النمبر اوف ستيبس اللي انا ممكن اخده بيكون 90، فده بنسميه الفول ستيب او ال 90 ديجريز اوبريشن. طيب الطريقه الثانيه او الاوبريشن او السيكونس اوبريشن الثاني المتاح عندي، اللي هو بنسميه الهاف ستيب. باخد نص الخطوه، مش الخطوه كامله فول ستيب، لا باخد هاف ستيب نص خطوه، اللي هي ايكوفلنت ل 45 ديجريز اوبريشن. في الحاله دي هنلاحظ ان انا بعمل نفس الكلام اللي كنت بعمله المره اللي فاتت، بس المره دي انا بيحصل عندي اوفرلاب في الاوبريشن ما بين فيز 1 و2، بمعنى ان هما الاثنين بتيجي عليهم لحظات بيشتغلوا مع بعض. فنمشي كده مع السيكونس اللي موجود، هنلاقي مثلا في اللحظه دي انا عندي 1 شغال، بعدين 1 و2 مع بعض، بعدين 2 لوحده، وبعد كده 1 و2 مع بعض، فبقى عندي الدايركشن الموجود او الفيلد موجود في النص ما بينهم. فاذا انا عندي في فتره ما بيكون عندي فيز نمبر 1 شغال لوحده، فالفيلد في الاتجاه ده، فالروتور بيبقى ايه الايند هنا. بعد شويه 1 و2 بيشتغلوا مع بعض، فبالتالي الافكتيف ماجنتيك فيلد بيكون فين؟ بيكون في النص ما بينهم هنا اهو، فعشان كده الروتور جه في النص ما بينهم. وبعدين فتره ثانيه 2 لوحده فجه هنا اهو. يبقى هنلاحظ ان الخطوه بتاعت الروتور بتاعك عامله ازاي، بقت 45 درجه. طب بيعمل كام ستيب عشان يعمل سايكل كامله او 1 ريفولوشن كامله؟ هنلاقي ان هي 8 ستيبس. يبقى هو بيعمل 8 خطوات الخطوه الواحده 45 درجه عشان يقدر يكمل السايكل بتاعتك كلها. في الاكزامبل اللي فات اللي هو 90 ديجريز اوبريشن كان بيعمل 4 ستيبس او 4 خطوات بس الخطوه الواحده 90 درجه عشان يكمل السايكل الكامله اللي موجوده عندنا. فهنا هنلاقي ان عدد الخطوات بيزيد لان الانجل بتاعت الخطوه الواحده هنا قلت شويه او بقت النص، وهنا وبالتالي على الخطوات بقى الضعف. في الاخر لازم تكمل ال 1 ريفولوشن اللي هو 360 درجه بتاعتنا. فاذا عندنا 2 مودز اوف اوبريشن اللي هو الفول ستيب والهاف ستيب. طيب من اشهر الابلكيشنز اللي بيستخدم فيها الستيبر موتور اللي هو الهارد ديسك درايفز بتاعت الكمبيوتر، اللي هو بيقدر اللي هو الراس اللي هو الماجنتيك هيد بيتحرك على اللي هو الجسم بتاع الهارد ديسك درايف، ويقدر عن طريق استخدام البارش دي سي موتور او احد انواع الستيبر موتور او نفس فكره الستيبر موتور. عندنا الدوت ماتكس برينتر اللي هو زي الحركه بتاعه الكارتج رايحه جايه، او الحركه بتاعه الورقه وهي بتطلع على هيئة خطوة خطوة، تسمع تك 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 كده بتحصل مع كل خطوة الورقة بتطلع منها أو من الكوبينج ماشينز، ده برضه بيكون ستيبر موتور. أو موجود في الكوارت ماشينز اللي أو الكوارت ووتشز، الساعات اللي هي الكبيرة الكوارت اللي هي بتحرك الأرمز أو اللي هي العقارب بتاعت الساعة على هيئة ستيبس، ثواني ودقايق وهكذا. فدي أشهر الأبلكيشنز اللي بتحتاج خطوات ثابتة وممكن تستخدم فيها الستيبر موتور. طيب انواع الستيبر موتور ايه هي بيزد على الكونستراكشن بتاعها او شكل الروتور بتاعها؟ في عندنا تلات انواع اللي هم الفاريبل ريلاكتنس ستيبر موتور، وفي البيرمننت ماجنت، وفي الهايبريد سينكرس ستيبر موتور. طيب الفاريبل ريلاكتنس هو زي الشكل اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه بس، او اللي احنا كنا بنشرحه من شويه بس، الفرق ان هو ما فيهوش بيرمننت ماجنت. يعني احنا كنا بنشرح على اللي هو ال 90 ديجريز وال 45 ديجريز اوبريشن على روتور كان فيه نورث وساوث، هو نفس الشكل بالظبط بس من غير بقى نورث وساوث، من غير ما يكون فيه بيرمننت ماجنت. لا هو عباره عن ستيل عادي او سيليكون ستيل او بلين ايرون عادي جدا، بس الفكره ان هو مش سلندريكال، لا هو فيه سيليانسي، وبالتالي زي ما قلنا بيعتمد على المبدا بتاع المينيمايزيشن اوف ريلاكتنس عشان يقلل الاير جاب اللي موجوده ما بين جسم الروتور وما بين الماجنتيك فيلد اللي مكانه بيتغير بيزد على البلسات رايحه لانهي فيز من الفيز اللي موجوده عندي. فده اللي هو الفاريبل ريلاكتنس ستيبر موتور. البيرمننت ماجنت هو زي الفاريبل ريلاكتنس بس موجود فيه او على البولز بتاعته فيها بيرمننت ماجنتس تعمل لك نورث وساوث، ده اللي احنا كنا بنشرح عليها اوريدي في الشكل اللي فات. الهايبريد ستيبر موتور ده ميكس بين الاثنين،
هو بيبقى فيه سيليانسي او فاريبل ريلاكتنس، وكمان فيه بير ماجنت على الشافت او على الجسم بتاعه، وبيجمع ما بين مميزات و او يعني بيجمع بين مميزات الاثنين. بيكون الى حد ما طبعا اصعب شويه في التصنيع، او يعني مور كومبلكس في التصنيع بتاعه، ولكن بيجمع ما بين بقى ان هو بيدينا تورك كبير، بيجمع ان هو بيدينا ستيب انجل صغيره، وبالتالي ريزولوشن اعلى للستيبر موتور بتاعنا. فهو ميكس ما بين الفاريبل ريلاكتنس والبير ماجنت موتور. ده كده الشكل، او ده كده بيورينا الاشكال الثلاثه بتاعت انواع المواتير الثلاثه اللي عندنا. فده اللي هو الفاريبل ريلاكتنس اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ادي البول بتاعت الستيتور اهيت، وادي عندنا الروتور بتاعنا، وادي الفاريبل ريلاكتنس هنا، ادي ده حديد، بعد كده في حته هواء، بعد كده حديد زياده، وبعدين هواء وهكذا. فهو الى حد ما يشبه زي ما قلنا السينكلس ريلاكتنس موتور، بس بدل ما الستيتور كويلز موجوده على الستيتور اللي هو سلندريكال وبياخد من سبلاي على طول كونتينيوس، فبالتالي باخد روتينج فيلد على طول، لا هنا انا بشغله على هيئه ستيبس او على هيئه بالسز، فباخد ستيبس للروتور بتاعي. البيرمننت ماجنت موتور اهو نفس الكلام، بس على هيئه بيرمننت ماجنتس موجوده على الروتور بتاعك، قد يكون سلندريكال قد يكون سيلينت ايا كان. ولو كان سيلينت بالمنظر ده بناخد اللي هو ما يسمى بيه الهايبريد موتور بقى، اللي هو بيجمع بين الاثنين. ادي الجزء ده فيه كده ايه اللي هو طالع نازل طالع نازل بالمنظر ده كده، او في سنون طالع بالمنظر ده، فهو يشبه الفاريبل ريلاكتنس، بس في نفس الوقت الجسم بتاع الروتور بتاعك في بيرمننت ماجنت نورث وساوث، فبالتالي انت جمعت من الاثنين ان في بيرمننت ماجنت مع وجود الفاريبل ريلاكتنس، او ان الروتور بتاعك ما هوش سلندريكال زي مثلا الشكل اللي قدامنا فين هنا اهو. طيب لو هنتكلم على الفاريبل ريلاكتنس ستيبر موتور، ده شكل قدامنا للفاريبل ريلاكتنس ستيبر موتور، بنسميه السنجل ستاك. سنجل ستاك ده اللي هو الشكل الطبيعي اللي احنا متعودين عليه، اللي هو ايه اللي هو الروتور حته واحده مره واحده، والستيتور حته واحده مره واحده. بس انا هنا بتكلم على ده مثلا، ده احد الاكزامبلز او ارانجمنت للستيبر موتور. في عندي فور فيزز، يعني الستيتور بتاعي ادي 1 2 3 4 فور فيزز او فور كويلز بالمنظر دوت، وعندي الروتور بتاعي تو بولز ادي 1 2 بالمنظر ده. انا عندي فور فيزز وتو بولز، وزي ما قلنا كل كويل او كل فيز من الاربعه اللي موجودين عندي اقدر اعمل لها سويتشنج اون واوف بالسويتشز اللي موجوده هنا من السبلاي الدي سي اللي موجود عندي. فانا بقى بختار بشغل مين فيهم، وزي ما قلنا عندي نوعين من الاوبريشن، يا اما ال 90 ديجريز او ال 45 ديجريز. فتعالى نشوف كل واحده فيهم هتبقى عامله ازاي، واقدر احسب انا سواء بقى للفور بول تو فيز او الفور فيز تو بولز ديت، او لاي عدد إن كان من الفيزز او من البولز او من الارنجمنتس اللي موجوده عندي، اقدر احسب انا همشي خطوه قد ايه بقى، سواء بالهاف ستيب او بالفول ستيب، لان طبعا مش دايما اكيد هتبقى 90 درجه او 45 درجه، لا بتوصل لزوايا اصغر من كده بكتير على حسب الريزولوشن اللي انا عايزها في الاوبريشن، والستيب سايز عايزها قد ايه، عايزها 5 درجات، عايزها 10، عايزها 20، ايا كان. فبقدر اغير نمبر اوف فيزز ونمبر اوف بولز على حسب اللي انا محتاج اعمل له او الابلكيشن اللي انا محتاج اعمل ليه الستيب انجل بتاعتي. فنبدا مثلا بالاكزامبل ده، او باللي هو الارنجمنت اللي قلنا 4 فيزز 2 بولز. اول لحظه عندي ان انا بادئ مثلا ان انا عامل اون للفيز نمره ايه، يبقى ايه هي اللي فيها الكرنت ماشي، فالفلكس في الاتجاه دوت، يبقى الروتور هيبقى الايند معاه، يبقى الروتور بايه واخد البوزيشن ده اهو بالمنظر ده قدامنا كده. ده لو انا كده عندي فيز ايه هو اللي انرجايزد وهو اللي ماشي فيه الكرنت، وبالتالي الماجنتيك فيلد في الاتجاه اللي فوق. طيب ده كده اول بوزيشن انا بادئ بيه. طب بما ان انا بشرح او بتكلم على ال 90 degrees operation اللي احنا قلنا اللي احنا سميناها اللي هي الايكويفلنت للفول ستيب، اللي احنا قلنا اللي هي بعمل اون واوف لكل فيزا لوحدها، يبقى انا متوقع ان الخطوه الجايه ان انا هعمل سويتش اوف لاي وهعمل سويتش اون لبي. اهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ايه بقت مفتوحه، بي هي اللي شغاله، فبالتالي الكرنت ماشي هنا، يبقى الماجنتيك فيلد في الاتجاه ده، يبقى برضو الروتور هيالاين نفسه معاه هيتحرك في الاتجاه ده كده، يبقى ده اتجاه الروتور. يبقى في الاول كان الروتور كان باصص لفوق، دلوقتي بقى باصص ناحيه اليمين، يبقى ده كده لما كان الكويل بي هو اللي انرجايز. قلنا الخطوه بتاعتنا عمل كام، واضح ان هو عمل 90 درجه، يبقى هو عمل الانجل اللي هي الالفا اللي احنا بنسميها الستيب انجل، هو عمل 90 درجه، الخطوه بتاعتك 90 درجه.
عشان انا شغال فول ستيب اوبريشن. طب يبقى هو لو عايز يكمل سايكل كامله او لفه كامله قلنا يعمل ايه؟ هيمشي كمان 90، ادي كمان ستيب، ادي 2، بعد كده 3 يجي هنا، 4 يرجع تاني، يبقى هو عايز 4 ستيبس عشان يكمل السايكل او الريفولوشن الكامله بتاعته. طب بنحسب ازاي الستيب انجل؟ ايا كان بقى طبعا لو الريفت مختلف، عدد الفيز اكتر او مختلف عن 4 والنمبر اوف فولز غير الاثنين، يبقى بنحسب ازاي الستيب انجل؟ بنقول ان الالفا او اللي هي الستيب انجل بتساوي 360 على نمبر اوف بير بولز او نمبر اوف بولز على 2 يعني، مضروبه في نمبر اوف فيزز اللي موجوده عندنا. ففي الحاله اللي عندنا هنا نمبر اوف بولز هم 2، يبقى 2 على 2 ب1، نمبر اوف فيزز 4 يبقى 1 في 4، ف360 على 4 يطلع 90 درجه زي ما احنا فعلا شفناها او لاحظناها بالشكل السهل دوت. نمبر اوف ستيبس هو عباره عن نمبر اوف بولز على 2، يعني هنا 1 في 4 يبقى 4 ستيبس عشان يعمل لفه كامله. طيب تعالوا نجرب نفس الكلام دوت بس على الاوبريشن اللي هو الهاف ستيب اوبريشن او اللي هو بنسميه ال 45 ديجريز اوبريشن. برضه نفس الكلام، انا بادئ او الانيشال بوزيشن بتاعي ان انا فيز ايه هي اللي شغاله، فالروتور موجود في البوزيشن دوت. هناخد بقى المره او اللحظه اللي بعدها، ده قلنا عباره عن اللي هو الهاف ستيب، ده اللي بيبقى فيه عندي تو فيز شغالين مع بعض، فبالتالي انا متوقع ان A و B هيكونوا الاثنين شغالين مع بعض. ف A بيعمل فلكس في الاتجاه ده، B بيعمل فلكس في الاتجاه ده، يبقى الريزلتنت او النت فين؟ مجموع الاثنين، يبقى حاجه فين؟ في النص هنا، عشان كده الروتور هيجي في النص. ادي الشكل اللي احنا بنتكلم عليه، ادي فيز A و B شغالين مع بعض، وبالتالي الريزلتنت فلكس اهو او النت فيلد موجود هنا، ادي بتاع A وبتاع بي، يبقى التوتال بتاعهم او الريزلتنت موجود في النص بزاويه 45، عشان كده الروتور كان واقف لفوق لف 45 درجه بالمنظر ده كده. يبقى لما وفي الحاله دي لما نيجي نحسب او لو انت بتتكلم على الهاف ستيب اوبريشن، في الحاله دي لما تيجي تحسب الالفا او اللي هو الستيب انجل والاند اللي هو نمبر اوف ستيبس بير ريفولوشن، بتقسم هنا 360 على نمبر اوف بولز على بعضهم في نمبر اوف فيزز، وهنا نمبر اوف بولز فيزز يدي لك الان اللي انت شغال عليه. هنا مفيش تقسم على 2، انا شغال بالهاف ستيب مش بالفول ستيب. يبقى انت لازم تبقى عارف انت شغال بانهي مود اوف اوبريشن عشان تقدر تختار الايه القانون المناسب اللي تحسب بيه الستيب انجل والنمبر اوف ستيبس اللي انت شغال بيه. طيب تعال ناخد ارانجمنت تاني او شكل تاني بقى، زي ما قلنا ده قوانين عامه تنفع لاي شكل عندي. فانا لو انا هشتغل او حاجه بالمنظر ده، المنظر ده انا عندي هنا كام، عندي كام فيز؟ ادي A B C D، يعني عندي 4 فيزز. طب عندي كام بول في الروتور؟ ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى انا عندي 4 فيزز 6 بولز. ولو انا هشتغل، فرض ان انا هشتغل هاف ستيب اوبريشن، عايز اخد اقل سايكل. لو ناخد بالنا لما كنا شغالين فول ستيب خطوه كامله، فانا كنت باخد 90 في الاكزامبل اللي فات، او لو انا شغال هاف ستيب باخد 45. فانا لو انا هشتغل بالهاف ستيب اوبريشن عشان اخد اقل خطوه ممكنه اقدر اخدها بالشكل ده، فهنلاقي ان احنا عندنا طبعا للتقسيمه دي، طبعا النمبر اوف فيزز متقسمه بالتساوي على السطح بتاع الستيتور، فما بين كل واحده والتانيه 90 درجه. نفس الكلام الروتور بولز متقسمه بالتساوي على جسم الروتور، فبالتالي ما بين السنتر بتاع كل بول واللي بعديه هيكون اكيد اللي هو 360 على الست اللي موجودين عندي، فيبقى الزوايا اللي عندك تبقى تقسيمتها بالمنظر ده. فانت البوزيشن اللي عندنا ده مثلا، سي مثلا بوزيشن ان الفيز نمره ايه هي اللي فيها الفيلد او هي فيها الكرنت، عشان كده البول ده هو اللي قصاده بالظبط عشان ياخد المينيمم ريلاكتنس. طب لو انا خدت في اللحظه اللي بعدها ان A و B الاثنين مع بعض بقوا aligned، او اسف ان الاثنين مع بعض بقوا energized، فبالتالي يبقى الماجنتيك فيلد هيكون فين؟ في النص ما بينهم، يعني على الخط المنقط ده. طيب يبقى الروتور هيتحرك اقل حركه ممكنه عشان خاطر يالاين نفسه مع الماجنتيك فيلد اللي موجود. فمعنى كده ان هو عشان يبقى لو الفيلد في الخط اللي في النص دوت، يبقى لازم البول دوت يتحرك ويجي في والحته اللي في النص بتاعه او السنتر بتاع البول يجي على الخط ده، اللي هي زاويه كام؟ اللي هي الزاويه 15 ديجريز اللي احنا بنتكلم عليها دي. فدي يبقى دي سميناها او دي هنا اسمها 15 ديجريز اوبريشن، او اللي هي المقابله للهاف ستيب اوبريشن المبنيه على الارنجمنت او عدد البولز والفيلز اللي موجودين عندنا هنا. وبرده بحسب الكلام ده ازاي؟ نفس الكلام، الستيب انجل 360 على نمبر اوف بولز اللي هو 6، نمبر اوف فيلز اللي هو 4، يبقى 360 على 6 في 4 هيطلع ان هو 15 ديجريز، وبالتالي اقدر اجيب برده نمبر اوف ستيبس بنفس القانون اللي موجود عندي اهو. طيب
اللي فات ده كله كنا بنسميه السنجل ستاك، اللي هو انا عندي الروتر والستيتور حته واحده على بعضهم مش متقسمين اجزاء. في نوع تاني اللي هو بنسميه المالتي ستاك، ده لو انا بقى عايز اخد ريزوليوشن اعلى، لو انا عايز اخد ستيب انجل اصغر، يعني ال 15 ديجريز دي مش مكفيه، يعني انا عايز اخلي الخطوه ب 2 ديجري 3 ديجريز و5 ديجريز بس اصغر. طب اعملها ازاي؟ فممكن بيكون تصنيع او نفس الجسم بتاع الروتور ان انا اقسمه لنمبر اوف بولز كتير ممكن يبقى صعب شويه في التصنيع. فبقى في حاجه اسمها المالتي ستاك، ان انا اقسم الروتور نفسه كجسم لمراحل ورا بعضها، يبقى هو عباره عن يعني كذا مرحله من الجسم بتاع الروتور متقسم لكذا حته على الاكسيال لينث بتاع الموتور بتاعنا، وكل واحد فيهم شغال بوايندنج او بفيزز او بفيز مختلفه عن التاني، فيبدا يتحرك لها ويالاين نفسه معاه. ده كده شكل ليه السنجل او المالتي ستاك موتور بيبقى شكله عامل ازاي. لو هنيجي نبص عليه من الفرونت فيو، هو حاجه عامله كده. ده كده يعتبر بول اهو، ادي بول قدامي والملفات بتاعته حواليه، وادي البول اللي بعديه ملفاته، البول اللي بعديه اهو البول اللي انا عندي، او اسف عندي دي اللي هي الفيزز اللي موجوده انا عندي، او اللي هي الكويلز بتاعه الستيتور، وادي الروتور بتاعنا شكله عامل كده. طب انا باخد من المنظر ده كذا واحد واحطهم ورا بعض، يبقى انا كده ده ستاك مثلا، ده الفيز بتاع نمره ايه، ده الستاك بتاع فيز ايه. اخد نفس المنظر ده بالظبط كده واحط واحد تاني قدامه، ولكن بيكون متشفت عنه او مترحل عنه زاويه صغيره يمين او شمال، يبقى ادي ستاك ايه، يعني كل الحته دي كلها على بعضها هي نفسها الحته اللي قدامنا دي. طب لو انا خدت نفس المنظر ده وكررته تاني وراه، ده اللي هو ستاك بي، كررت تاني وراه اللي هو ستاك سي مع فيز سي، ولكن بيبقى في فيز شيفت او بيبقى في ترحيله في الزاويه ما بين ده وده. ده كده حاجه او ايه، ده كده شكل بيوضح برضو يعني ايه ترحيله في الزاويه. يعني ادي الروتور بتاعنا، ادي الستاك نمره ايه، لو السنان بتاعت او التيث بتاع او السنان بتاعت الروتور بتاعك هنا، هتلاقي بتاع بي متشفت عنها سنه صغيره اهي، هتلاقي بتاع سي متشفت عنها سنه صغيره اهي. فانا عامل شيفت بالمنظر ده بحيث ان الروتور لما يجي يتحرك، لو انا عامل الكويل بتاع ايه هو اللي انا عامل له او يعني هو اللي انا مشغله، فبالتالي هتلاقي الروتور يجي قدام الايه، السنه بتاعت ايه بالمنظر ده. طب هقوم انا فاصل ايه واقوم محرك او مشغل الكرنت في الكويل بتاع بي، فساعتها يبقى الفلكس ماشي هنا، فهلاقي الروتور بتاعي يتحرك عشان يجي قدام ده. بعدين هشغل بتاع سي، يبقى الفلكس خارج من هنا، يبقى الروتر يتحرك من هنا يجي هنا. يبقى انا خليته يتحرك خطوات صغيره، اللي هي الفرق ما بين اي وبي وسي، وبالتالي خدت ستيب انجل صغيره جدا. فبالتالي لما بنيجي نحسب في المالتي ستاك موتور الستيب انجل، بنستخدم القانون دوت اللي هو 360 على نمبر اوف ستاكس مضروبه في نمبر اوف روتر تيث، اللي هو في كام سنه في الروتر موجودين هنا. ولما بنيجي نحسب نمبر اوف ستابس بير ريفولوشن، هو هيعمل كام خطوه في اللفه الواحده، بنضرب نمبر اوف ستاكس في نمبر اوف روتر تيث. يبقى احنا كده حسبنا الستيب انجل والنمبر اوف ستابس بير ريفولوشن للمالتي ستاك ستيبر موتور. طيب ننتقل للنوع الثاني اللي هو البريمنت ماجنت ستيبر موتور. زي ما قلنا قد يكون سلندر كده الروتور بتاعه، او قد يكون بيرمننت ماجنت، وعاده اسف وقد يكون فاريبل ريلاكتنس، عاده بيكون فاريبل ريلاكتنس. فهو بيبقى زيه زي التاني بالظبط الفاريبل ريلاكتنس، بس الفرق ان بدل ما كان ده حته حديده كده مصمطه، لا هنا بقى عندي بيرمننت ماجنتس وعندي بولز نورث وساوث راكبين عليه. بس مشكله النوع دوت في العادي ان هو بيبقى التصنيع، او ان انا اجيب بيرمننت ماجنت واقطعه لاسنان صغيره، بتبقى صعب وممكن تقلل الماجنتيك فيلد اللي بيخرج من البيرمننت ماجنت، او بتقلل الماجنتيزم اللي جواه. فبالتالي هو بيستخدم مع النمبر اوف بولز اللي على الروتور يكون صغير شويه، وبالتالي الانجلز اللي بيعملها بتكون كبيره مقارنه بالفاريبل ريلاكتنس. ولكن الميزه طبعا الرئيسيه اللي فيه ان انا عندنا ده بيرمننت ماجنت، يعني بيطلع ماجنتيك فيلد هو كمان، فبقى عندي تو فيلدز جايين من الستيتور ومن الروتور، فبالتالي باخد تورك اكبر. يبقى هو للابلكيشنز اللي هي باور اعلى وتورك اعلى، ولكن الستيب سايز او ستيب انجل بتبقى اكبر شويه وليها ريزوليوشن مش نفس الدقه بتاعت الفاريبل ريلاكتنس. وعشان كده قلنا ان الهايبريد هو بيجمع ما بين خصائص بقى الاثنين، هو عباره عن
في جزء اللي هو الفاريبل ريلاكتنس اللي موجود من بره، وعلى الشافت من او الجسم من جوه في البيرمننت ماجنت، فاحنا بناخد المزايا بتاعت الاثنين، اللي هو التورك العالي اللي باخده من وجود البيرمننت ماجنت مع الستيب انجل الصغيره اللي اقدر اعملها ان انا بعمل مانوفاكتشرنج لحاجه فيها نمبر اوف تيث كبير، وبالتالي بقدر اخد ستيب انجل صغيره. طيب طبعا واضح من الكلام ده ان الستيبر موتور مش بيشتغل من سبلاي او مش من سورس ثابت على طول كده او بيوصل بيه على طول زي السينكنس والاندكشن موتور العادي، لا هو بيحتاج لازم درايفنج سيركت زيه زي السويتش تراكتنس موتور، زيه زي البراشلس دي سي موتور. هو دايما محتاج يكون في اون واوف للفيزز اللي موجودين، يعني محتاج سويتشز، يعني محتاج درايفنج سيركت. فالشكل اللي قدامنا دوت، او عندنا نوعين من الدرايفنج سيركت، اول واحده اللي بنسميها اليوني بولر درايفنج سيركت، فده كده شكل اليوني بولر درايفنج سيركت ل 3 فيز فاريبل ريلاكتنس ستيبر موتور. عندي 3 فيز، يبقى انا عندي ادي فيز نمره A، ادي نمره B، ادي نمره C. ويوني بولر يعني ان الكرنت بيمشي في الكويل في اتجاه واحد بس، يعني انت هتعمل اون للسويتش دوت او للترانزستور دوت، فالكرنت هيمشي في الاتجاه دوت اهو، انما عمر الكرنت ما يجي من الاتجاه دوت لفوق ابدا، لان انت دايما عندك الاي او دايما الكرنت او ما فيش كرنت هيمشي بالعكس، فبالتالي دايما الكرنت في اتجاه واحد بس، يبقى ده كده بنسميه اليوني بولر. نفس الكلام نمره بي نمره سي، يبقى انا بتحكم او بعمل اون اوف للسويتشز اللي موجوده هنا، وبالتالي بقى ايه بقدر ادي البلسات لاي والبي والسي، ستاك اي ستاك بي ستاك سي وهكذا، او لكل فازه من الثلاثه، عن طريق ان انا بتحكم في البلسز اللي رايحه للسويتش اللي موجود هنا. ولكن زي ما قلنا هنا الكرنت مش في اتجاه واحد، فده يعتبر يوني بولر درايفنج سيركت. طيب لما بنيجي نعمل، او سريعا طبعا بدون دخول في تفاصيل معقده قوي في او معقده في الحساب بتاعتها، بس بنقول والله ان السبلايز او السبلاي فولتج اللي انا هجيبه للدرايفنج سيركت بتاعت الموتور بتاعي مع وجود المقاومه اللي هي الار اكسترن اللي انا بحطها، طبعا ده اللي هو الملف بتاع الفيزا نفسها، فده الكويل يبقى ليه مقاومه اللي هو الوايندنج ريزيستنس، انا بحط سيريز معاها اكسترنال ريزيستنس عشان خاطر اقلل التايم كونستنت واعمل ليميتنج للكرنت كمان، وفي نفس الوقت ببقى عندي الباث دوت ان انا بعد ما اعمل اون فالكرنت هيمشي هنا. طب واول ما اعمل اوف للترانزستور ده، طب دوت يعتبر اندكتيف لود لان انا عندي هنا في الكويل بتاع الفيز نفسها. طب لو انا عملت اوف هنا، طب ما الكرنت ما ينفعش يتقطع مره واحده في اندكتيف لود، عشان كده لازم يبقى حاطين الفري ويلنج باث دوت او اللي هو الفري ويلنج دايركت دوت، عشان خاطر الكرنت اول ما افتح او اول ما افتح دوت واجي اشغل الفيز اللي بعدها، الكرنت اللي كان ماشي هنا يلاقي باث بديل يمشي فيه لحد ما الكرنت يديكي ويحصل له سويتش اوف تماما، ومفيش كرنت في او اللي هو فتره الترانزيانت، مفيش كرنت خالص ماشي جوه الكويل بتاع الفيز بتاع ايه بتاعتي، ويبدا يشتغل بقى بتاع بي، بعدين من بي ال سي وهكذا. فبالتالي بنقول ان الحسابات البسيطه اللي بنحسب بيها انا محتاج فولتج قد ايه وريزيستنس قد ايه، بنقول ان انت السبلاي فولتج او الفي اس، لو هنبص على الفتره بتاعت الاون بتاعت الترانزستور، يبقى الكرنت ماشي فين؟ ماشي هنا في الار دي والكويل، وبعدين في الترانزستور ويرجع تاني للايه؟ للنيجاتيف. يبقى انت عندك لو طبقت كيرشوف فولتج لو على اللوب ديت، في اس اللي هو الفولت ده بيساوي الدروب اللي على الار دي زائد الدروب اللي على الار بتاعت الوايندنج. فاحنا لو بنتكلم على ان انا عايز اعمل ديزاين، فانا عايز اقول ان الريتد كارنت بتاع الموتور بكذا، سي مثلا 10 امبير 20 امبير ايا كان، فانا عارف الريتد كارنت بتاع الموتور بكام بيزد على الريتد تورك اللي انا عايزه والديزاين بتاع الموتور بتاعي. فانا هختار الفي اس هيكون بيساوي اي ريتد في ار دبليو بلس ار اي، يبقى عمال هو مجموع الدروبس اللي موجوده على التو ريزيستنسز اللي موجودين هنا ده، فبختار الفي بالقيمه اللي تناسب الايه الريتد كارنت اللي انا محتاجه، والار اون عشان خاطر تقلل الترانزيانت او اللي هو التايم كونستنت بتاع السيركل اللي موجوده عندي. طيب التايم كونستنت بكام او التاو بكام؟ يبقى لما اجي الكرنت هيحصل له بيلد اب في اللوب ديت، هو شايف ايه؟ ده احنا عندنا لما يكون عندنا ار ال سيركت، التاو او التايم كونستنت بيساوي ال على ار، انهي ال وانهي ار؟ التوتال ال بتاعت السيركت والتوتال ار بتاعت السيركت. فانا عندي هنا في الدايره دي ما عنديش غير ال او المور دوميننت، هي ال بتاعت الكويل الفيز اللي هي ال وايندنج على مجموع التو ارز اللي عندي اللي هم ار دبليو بلس الار اكسترنال. طب لما اجي اعمل اوف الكرنت بقى، لما قلنا بيعمل اوف للسويتش هنا، وبالتالي الكرنت بيديكي في اللوب ديت،
يبقى الكرنت عشان يبقى كان ماشي زي مثلا بريتد كرنت او بريتد فاليو بتاعته، وهيبدا يديكي لحد ما ينزل للزيرو. فالتايم اللي بيحصل فيه اوف او التايم كونستنت بتاع دايره الاوف هو ايه؟ برده نفس الكلام، ال ال على الار، يعني التوتال ال على التوتال ار. فانا عندي ال ال اللي عندي هي ال ال بتاعت الوايندنج، والار اللي عندي هي عباره عن اللي هي الار اكسترنال والار بتاعت الوايندنج، وعندي كمان الار اللي انا بحطها مع الفري ويلنج دايود اللي موجود عشان خاطر يليمت الكرنت اللي موجود هنا. يبقى ده كده الايه او برضو عشان خاطر يقلل التي اوف، يبقى انا بعمل اون اوف بشكل سريع. يبقى انا كده قللت الايه التايم كونستنت بتاع الدايره بتاعتي عشان يقدر يماتش اب الفريكونسي او الستبس السريعه اللي انا بحاول اديها. فدي كده الدرايفنج سيركت بالقوانين الرئيسيه بتاعتها بتاعت اليوني بولر درايف بتاع الستيبر موتور. طيب لو انا بقى عندي فرضا شغال مع اللي هو البيرمننت ماجنت ستيبر موتور، وزي ما قلنا ان احنا ممكن اقدر اعكس اتجاه الكرنت جوه الكويلز عشان خاطر اعكس اتجاه الماجنتيك فيلد، وبالتالي اغير الدايركشن اوف روتيشن بتاع الموتور، فانا محتاج استخدم الباي بولر درايف. ده كده اللي قدامي دوت عباره عن الشكل بتاع الدايره لوان فيز، يعني ده كل دوت عباره عن فيز وايندنج لفيز واحده، فده متكرر مرتين تانيين بتاع البي وسي. ففيز ايه لوحدها محتاجه اربعه سويتشز بحيث ان انا اقدر اختار مين اللي هشغله واخد الدايركشن اللي انا عايزه. ففرضا انا في الهاف سايكل الاولانيه، او مثلا انا بلف في اتجاه معين، هبقى مشغل تي 1 مع تي 2، يبقى هشتغل الترانزستور ده مع الترانزستور دوت، فالكرنت هيمشي كده في الترانزستور دوت ثرو الكويل والار اكسترنال، وبعدين يخش في الترانزستور الثاني ويرجع لي النيجاتيف اللي موجود هنا. طب لو انا عايز اخلي الكرنت يمشي في الاتجاه العكسي، يعني هنا كان الكرنت ماشي من الشمال لليمين بالمنظر ده، لا انا عايز اخليه يمشي من اليمين، او عايز اخليه يمشي في الاتجاه المعاكس عشان خاطر اخد الدايركشن مختلف، فاقدر اشغل تي 3 مع تي 4، يبقى الكرنت هيمشي كده اهو، وبعدين يخش في الدايركشن ده، وبعدين ينزل في تي 4 لحد النيجاتيف برضه، يبقى انا اقدر اتحكم في الاثنين. وطبعا الفري ويلنج او اللي هو الباث لما اجي اعمل ديكي هو الايه الباث العكسي، او لما بعمل بالمنظر ده. يبقى ده كده اللي هو اليوني بولر مع الباي بولر درايفنج سيركتس اللي موجودين عندنا، وده كده اللي احنا ايه محتاجين نعرفه على الستيبر موتور من ناحيه الاوبريشن بتاعته، من ناحيه الكونستراكشن، من ناحيه انواعه الثلاثه اللي قلنا عليهم اللي هم الفاريبل ريلاكتنس البيرمننت ماجنت و الهايبريد، واتكلمنا على برضو على الاوبريشن بتاعته التو مودز اللي هو الهاف ستيب والفول ستيب، واللي بيطلق عليهم الفول ستيب اللي هي الاصطلاح عند ال 90 degrees عشان اقل ارنجمنت بناخدها بتبقى تدينا 90 درجه ستيب، او ال 45 درجه اللي هي بتاعت الفول ستيب. طبعا ممكن تطلع باي حاجه بالقوانين بتاعتها اللي بنحسبها. وشفنا النوعين المشهورين بتوع الدرايفنج سيركل بتاعتهم اللي هو اليوني بولر او الباي بولر.